حبيبي باقر هذا القلم واليدي القائد. يمكن يعني احنا بهذه الفقرة شوية مثقلين عليك بيها لأنه أحس يعني أنت بداية فما نقدر أنه نحملك مسؤولية. أستاذ بس أنا أريد أخذ راحتي بهذه. يلا فدوا راحتك قائد. الكبير مظفر النواب قائد القصيدة الشاعر الكبير مظفر النواب قائد القصيدة القصيدة نعم. هنا أنا حددت قائد القصيدة.